مساء الخير وشكرا على الاستضافة. الولايات المتحدة تقدر هذه الفرصة لتقريب وجهة النظر بيننا وشركائنا المحامين في المنطقة. فقام الرئيس بايدن بالكثير من المناقشات البناءة بين الكثير من الدول المحورية بما في ذلك رئيس الوزراء قادمي. فهذه القمة هي فقط نقطة الانطلاق، والولايات المتحدة تتطلع للمزيد من الشراكة مع دول المنطقة على كافة المستويات. العراق واضح جدا بأنه يبحث عن الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، والرئيس الأمريكي دعم هذه الخطوات بشكل واضح بتصريحات رسمية. هل تعتقدون بأن الدبلوماسية قد تجد طريقها مع إيران، خاصة وأن التقارير الأخيرة توضح أن إيران تتعاون في مسألة الطائرات المسيرة مع روسيا بتقرير واضح من السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي؟ تفضلي. تؤمن الولايات المتحدة بقدرة وأهمية الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة في العالم، لكن كما أوضح الرئيس بايدن أكثر من مرة، الولايات المتحدة لن تنتظر للنظام الإيراني إلى الأبد، ونحن مستعدين لكافة الاحتمالات. ففي نهاية المطاف، الولايات المتحدة لن تسمح للنظام الإيراني بامتلاك الأسلحة النووية. ناقشت الولايات المتحدة هذا الملف الهام مع شركائنا الإقليميين، وطبعا سوف يكون هناك المزيد من المحادثات حول كيفية التصدي للتحديات الأمنية الناجمة عن النظام الإيراني، لأنه كما تعرفون التحديات الأمنية الناجمة عن النظام الإيراني لا تقتصر على البرنامج النووي فحسب، بل على المنطقة الإقليمية ككل، بما في ذلك التدخل في شؤون الدول المجاورة ودعم الميليشيات وعذرها في خارج الحدود الإيرانية.